طيب معانا كابتن عبد الحميد بسوني. طبعا ده مهم جدا ان احنا كنا ناخد التليفون ده، وكابتن اشرف كان عايز يتكلم مع عبد الحميد. كابتن عبد الحميد ازاي حضرتك كابتن؟ الله يخليك يا كابتن محمد، انا برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك الكبار كرام، كابتن مصر كابتن اشرف قاسم، ومين اللي موجود يا كابتن محمد؟ كابتن احمد سمير طبعا نجم مصر ونجم نادي الزمالك كابتن. وكابتن احمد سمير كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك، بمسي عليهم وبمسي على كل مشاهديك يا كابتن محمد. ايه يا بسيوني صوتك فين؟ صوتك فين؟ صوت مين يا كابتن اشرف؟ كنا بنولد يا كابتن اشرف. لا مبروك يا حبيبي، انت عملت مباراه رائعه بجد، وفعلا كنت يعني رجاله واستفدتوا من الهبوط مستوى اداء النادي المصري بشكل كبير النهارده، وكان عندك جراءه غير عاديه واستغلال الفرص في اول 10 دقائق دي بشكل رائع، يعني ربنا يوفقكم في اللي جاي، المهمه صعبه جدا يعني. امين يا كابتن اشرف. اولا يا كابتن اشرف يمكن انا اكد على كلام حضرتك ان احنا في مهمه مستحيله وصعبه، بس ان شاء الله باذن الله تكون النهارده يا كابتن اشرف اللعيبه تثق في نفسها وتثق في امكانياتها وتثق انها قادره. انت بتلعب النادي المصري في 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 ملعبه وبقياده كابتن حسام، وما تهزمش غير مباراه واحده واخر مباراه فايزها، فبالتالي يا كابتن اشرف عنده ثقه كبيره جدا. انت فاقد الثقه يا كابتن في المكسب. صحيح انا قلت كده عبد الحميد، والله انا قلت كده فعلا. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن، لان حضرتك يا كابتن استاذنا في الامور الفنيه دي. الله يخليك. فعشان كده بقول لك يا كابتن اللعيبه النهارده انا كنت بطالبها بس انها تلعب ضغط عالي من اول دقيقه، بحيث انهم يكون عندنا كثافه عدديه في نصف ملعب المنافس. برافو عليك. لما انك تحرز ثلاث اهداف يا كابتن ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى في 10 دقائق، ده توفيق كبير. صحيح. من ربنا. كابتن حميد انت كنت متوقع ان يبقى الاهداف الثلاثه اللي جم في الدقائق الاولى دي يبقوا موجودين؟ هل انت فعلا كنت مدي تعليمات بالضغط بشكل كبير انك تنزل بثلاث اهداف او تحقيق الثلاث اهداف او هدف على الاقل في الشوط الاولاني او في بدايته؟ شوف يا كابتن، انا اللي طلبته من لعيبتي ان احنا نضغط ضغط عالي في اول ثلث ساعه، لازم نعرف النادي المصري ان احنا جايين النهارده عايزين نكسب. الضغط العالي يا كابتن لما تضغط عالي انت، هم يعني النادي المصري المحترم وبقياده كابتن حسام حسن هيقدر يلجا للكور العالي، انا بعرف اتعامل معاها كويس جدا يا كابتن، وهيبقى عندي كثافه عدديه، لو قطعت هجمه يا كابتن هقدر اضغط من فوق واوصل لمرمى النادي المصري. انما نتوقع ثلاث اهداف في 10 دقائق يا كابتن، اللي يقول كده يبقى يعني صعب يا كابتن. صحيح. انك تتوقع ثلاث اهداف في 10 دقائق، انما دول ادوا ثقه اكبر للعيبه. اللعيبه خرجت يعني، جيت في نص الشوط الاول يا كابتن كان عندي ناحيه فنيه ان انا كان عندي احمد ياسر عامل لي ازعاج وعامل لي مشكله كبيره جدا، فاضطريت ان انا اغير مصطفى جمال وانزل عبد السلام، عنده خبرات، لعيب عنده خبرات، ويقفل الجبهه مع طارق ابو العز بحيث ان احنا نقفل مصدر الخطوره عند النادي المصري. خروجنا بين الشوطين يا كابتن، اللعيبه كانت طبعا يا كابتن في وضع عصبي كبير جدا، لان طبعا فاقده يا كابتن الموضوع ده، بقى لهم 21 ماتش 9 ماتشات يا كابتن بدون هدف، فبالتالي يا كابتن انا هديتهم كويس. صحيح. اديتهم الثقه في نفسهم. هو ده العلاج النفسي يا كابتن اللي المفروض انت اول ما كنت تيجي كان هو يتعمل في الفتره اللي فاتت، طبعا كانت الاداء والنتائج، فكان مهم جدا حته العلاج النفسي للاعبين. طبعا يا كابتن دي مهمه. ليه يا كابتن؟ لانهم للامانه مع كابتن احمد ايوب كانوا بيادوا اداء في المباريات الاخيره، مباريات كانوا بيادوا اداء طيب، انما المكسب بعيد عنهم، فبالتالي يا كابتن انت تعبت معاهم علشان توصلهم ان انتوا قادرين. نادي حرس الحدود ده نادي كبير، وانتوا المفروض الجيل اللي موجود ده يحافظ على كيان النادي، وانك تستطيع النهارده ممكن تكون المكسب النهارده بثلاث اهداف كمان يا كابتن تكون بدايه، لان المفروض انا بقول لهم كل المباريات اللي جايه لازم نكون معميين عن الالوان، مش عارفين هنقابل مين وفين ايا كان المنافس، انا في امثل حاجه لثلاث نقاط. ثلاث نقاط يا كابتن هم ما قدموكش خطوه، بس ادوك ثقه يا كابتن للاعيبه انها قادره، هو ده اللي انا هلعب عليه خلال الفتره الجايه ان شاء الله. يا كابتن نتمنى لك التوفيق يا كابتن عبد الحميد. يعني طبعا فريق حرس الحدود زي ما انت قلت فريق كبير، فريق مفروض ما يبقاش في المركز ده او بالشكل اللي هو موجود فيه بالظبط، لا وضعه ولا حجمه ولا ايه. صحيح يا كابتن، نتمنى لكم يا رب ان شاء الله التوفيق يا كابتن، وطبعا مقدر فرحتك، وواضح جدا ان انت متاثر جدا بالفوز ده، ولكن التوفيق ليك يا كابتن عبد الحميد انت وفريقك ان شاء الله في حرس الحدود. شكرا، نورت يا كابتن. شكرا كابتن.